وخلال زيارته للمحافظة استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب سيدة بزيارة لمسكنهم في قرية ستس الأمراء بمحافظة بني سويف، وقد جاء هذا خلال زيارة الرئيس السيسي للمحافظة. اهلا وسهلا. اللهم صل على حضره النبي. رحمه جميله. ربنا يرحمنا برحمته يا رب. عبد الله ابني يا باشا، يا اهلا وسهلا. نورت بني سويف يا ريس، نورت الدنيا كلها. والله العظيم ده شرف عظيم لينا. اتفضل يا ريس، اتفضل. اتفضل يا ريس. ادي سهل. يا مرحبا يا ريس، ده احنا لينا عظيم الشرف، والله العظيم النهارده الدنيا كلها نورت، وربنا يجعل الخير دايما قدامك كده وتحت قدامك. والله يا ريس، والله البلد دي شافت خير على ايد سعادتك، مش هنا، مش القريه دي. والله العظيم مركز بيبا باكمل وبيتنقل نقله حضاريه. لو قلنا دي خطه خمسيه، لا والله دي خطه الفيه. والله خطه الفيه يا ريس. والله الحمد لله بفضل من ربنا، الحمد لله. والله يا ريس دول حضرتك موجوده. يا باشا انت نورتنا النهارده، نورت بني سويف كلها، والنيابه عن اهل قريه ستس الامراء احنا بنرحب بسعادتك، بنرحب يعني مهما نقول كلمات يعجز اللسان والله عن ترحيبنا. والله ربنا يستر عليك يا ريس، وربنا يقويك. زيارتك الجميله دي ربنا يقويك، شرف لينا يا ريس، والله يوم تاريخي لينا، يوم تاريخي لينا والله يا ريس، يوم تاريخي لينا. يا باشا انا حضرتك اللي هتتغدى معانا النهارده، حضرتك يا باشا والله هديه بسيطه، هديه بسيطة مني يا ريس. يا ريس لا لا، حضرتك اللي تتغدى معانا يا ريس. حضرتك اللي تتغدى معانا، لقمة على موسم والله. لا الموضوع مش كده والله. هدية بسيطة يا ريس مني. والله لو عاملين حسابنا كنا جبنا لك حاجة تليق بمقام سعادتك. ربنا يستر عليك يا رب، ربنا يستر عليك يا ريس. احنا بص ربنا يستر عليك يا ريس، تشريف عظيم لينا والله. بس حضرتك شرفتنا خالص. حضرتك يا باشا نورتنا والله. نورتنا يا ريس. شكرا. اتفضل يا باشا، اتفضل يا ريس، اتفضل. اتفضل.